فهو شغل فريق، احنا خذلنا بعض، التواصل الكوميونيكيشن حقنا ما كان مره كويس. ماما انا اشوف اذا احد مننا اتوتر فكلنا نتوتر. ما يحتاج. عاد كمان ماما حاسه بمسؤوليه، المسؤوليه كلها عندها الصوره، ف لو التوتر حقها واصلنا خلاص. نحن هنا كتجربة بس، ويعني ما نبغى إنه يكون في حزن أو حاجة عشان ما تأهلنا. ما يهم الفوز والخسارة، بس يعني حلو إذا فزنا، بس إذا خسرنا عادي يا ماما. فإذا تبغى تفوز يعني لا تتوتر عشان ما نتوتر معاكم. يا أول واحدة. أنت الحنونة يعني. بتأخذ بيدي. سندي اعتبر يعني شكرا في حياتي انك كذا موجوده حتى انت يا ماما. بس كذا انه شفتها كبرت انه هي يعني بتديني بوش، فمره مبسوطه. لازم كلنا نريلاكس، لازم ريلاكس نرتاح. اذا واحد وقلق كلنا نقلق.